ايه ده؟ ايه ده يا ساره؟ انزل يا ابني انت من على الكنبه. ايه ده؟ ده المشروع بتاعي الجديد اس بي سي ساره بيبي كير. انت يا ابني اللي بتشخبط على الحيطه هناك. بالراحه يا يوسف. مش انا قلت لك؟ ايه اللي حصل بس يا فندم؟ قول لي. الاستاذ بساله على اس بي سي راح متوهني. معلش يا فندم احنا متاسفين جدا كده يا يوسف. اه لا متاسفين جدا يا فندم معلش انا اسف. حصل خير. انا والد نور هيثم محمود. اوكي ثانيه واحده بالظبط يا فندم. يوسف يا ابني الموضوع ما ينفعش كده. والله يا فندم انا عايز اقول لك ان نور ابن حضرتك ده اذكى والطف ولد عندنا في الحضانه. هتفتي تاني؟ نور دي تبقى بنت. انا عايز اقول لك ان نور دي اذكى واشطر بنت عندنا في الحضانه صح يا ساره؟ صح يا حبيبي. يلا حبيبتي انا مش عايزه امشي انا عايزه اقعد مع عمو لذيذ. لازم نروح ونشرب اللبن وننام بدري. ماشي انا النهارده هشرب اللبن كله. ما شاء الله خليها تحب اللبن دي مغلباني. طيب دول الخمس تلاف جنيه مصاريف الشهر. ميرسي جدا يا فندم شكرا نورتونا. باي باي يا نور ما تاخريش بكره. باي باي. باي يا لذيذ. باي باي يا نور. باي باي. ايه التهزيق اللي انت مهزقه لنا ده؟ يوسف ادخل تعالى اقول لك على حاجه. بقول لك تعالى بس هسالك سؤال ومش عايزه كسوف من غير ما نتكسف. كسوف ايه في ايه يا ساره؟ انت معاك فلوس؟ اه معايا فلوس. ايه عايزه كام؟ عايزه كام؟ انت اللي عايز كام؟ خد نفسك. خد واشتري كل اللي انت نفسك فيه. ايه ده؟ مش عاجبك ازود لك؟ خد دول كمان يا سيدي هيز بقى. اه انت يا بت انت عشان اول يوم تمسكي اول يوم ايه؟ دول اول 10 دقايق تمسكي فلوس هتعملي فيها بتصرفي على البيت؟ امسكي يا اختي. انا داخل انام. متأكد؟ متأكد من ايه؟ بقول لك تعبان عايز اخش اريح شويه. طب وهتطول؟ هنام يا ساره لحد ما اصحى لوحدي. ايه ده؟ وتجيني بعيد لسه خير بهوايا. انت قاعدة معايا. انت بتعملي ايه؟ بعلم الاطفال الغنى على سريري؟ وايه الاغاني اللي انت بتعلمها لهم دي اصلا؟ يا سارة يا سارة. ايه ايه يا يوسف في ايه؟ هو بعدين بقى في اللي بيحصل ده؟ انا عايز انام. بقول لك ايه؟ دي اول مرة ينجح لي مشروع ومش هفرط فيه. وبعدين اعمل لك ايه؟ مفيش اماكن في الاوض التانيه. والله عموما ده مبلغ بسيط تقدر تحجز بيه اي اوضه لنفسك في اي اوتيل لحد ما ضغط الشغل ده يهدى شويه. اطلعي بره وقدامك 48 ساعه. لو شفت اي حد اقل من 18 سنه في البيت ده هطردكم كلكم بره. في يا زومب وتجيني نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5 على 6